وقع وزراء التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية بروتوكول تعاون مشترك. يهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر. هيبقى الأول مرة في يعني تضامن وتنمية محلية وتعليم مع المجتمع المدني بيشتغلوا على قضية واحدة، وبإذن الله ننتشر في كل محافظات مصر بأعداد كبيرة. احنا محتاجين ان تصل نسبة الحضانات ورياض الاطفال ل 30% على الاقل في مصر كلها، عشان نضمن ان الطفل من سن زيرو، من اول ما يتولد لغاية ما يصل الى السن الدراسية، يبقى عنده كافة التأهيل وكافة المعلومات ويبقى متحضر لتعليم، وبيحصل ان في هذه السن اللي هي السنوات الذهبية، بنقول ان أول ما يتعلم أو ياخد السنوات دي أفضل، بيبقى استكماله في التعليم الدراسي الممنهج أفضل بكتير. قدرنا في الفترة القصيرة دي إن احنا نفرش الأماكن دي كلها ونبقى مستعدين في أول الدراسة إن احنا نستقبل الأطفال. الكرة الأكثر احتياجا اللي احنا بنشتغل فيها دي يمكن من الكرة المحتاجة، واللي يمكن المدارس اللي فيها كثافة عالية جدا وما فيهاش كيجيهات. فاحنا في الأماكن اللي اخترناها اللي تتبع التضامن الاجتماعي هيكون في كيجيهات للأطفال، وده بيبقى تبع دراسات اللي موجودة في التربية والتعليم إنه مهم جدا للطفل في المرحلة الأولانية إنه يبدأ تعليم أو يبدأ إن هو يتعامل مع وزارة التربية والتعليم من سن 4 سنين. بروتوكول النهاردة الحقيقة بيعكس شراكة حقيقية ما بين الدولة بوزاراتها الثلاث، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية المحلية، مع المجتمع المدني ممثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذه العلاقة اللي أرساها السيد الرئيس عندما أعلن عام 2022 إنه عام منظمات المجتمع المدني. هو بيؤمن بعمل المنظمات المجتمع المدني، وبيؤمن أيضا بهذه الشراكة في التوحيد الجهود التنموية اللي الدولة بتقوم بها.